السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو دوزيام اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس كيقول لنا اكريفي ان بروغرام كي بيرمي دو ديسيرني اون مونسيون ان ايتوديون سولو لا مويان دو سي نوت. نكتبو واحد البروغرام تيقول داك ليتيليزاتور ولا ليتوديون دخل لينا لا نوت ديالك، يدخل لا نوت ديالو ان افيشيولو حنا المونسيون ديالو très bien bien ولا assez bien ولا passable selon ديك لا نوت اللي عطانا. نجيبو الكود بلوكس ديالنا هو هذا، كبروا شي شويه باش يبان لكم مزيان. غنديكلاريو واحد الفلوت هو نوت. علاش ديكلارينا فلوت؟ لان نوت ممكن تكون 18.25 13.75، يعني ماشي بالضروره تكون اونتي. نجيو نديرو برينت اف، كنفتحو القوسين ودوك ليكيومي ديالنا كنقولو ليه مثلا سيل فو بلاي اونتخي فوطخ نوت، ندير دو بوان، ندير واحد طابيلاسيون، نجيو هنا ونقولو سكان اف، لأنه فلوت غنعيطو على فلوت ونحطو داك الفالور اللي دخل لينا فهاد الفاريابل نوت. نجيو نديرو الكونديسيو ديالنا، غنبداو من الكبير للصغير سي ميو، حيتاش لبديتي من الصغير غيتخلق لك واحد المشكل ودابا نهضر لك عليه. بالنسبة لينا حاليا حد قارين حد لي كونديسيو، يعني ما يمكنش لينا نتخيطيو كاع ليكا، ولكن كنحاولو. مثلا اف ديك نوت اكبر من او تساوي، برضو اصغر من او تساوي 20، and ديك نوت اكبر من او تساوي 16، يعني لا نوت لا كانت محصوره ما بين. فاش كتكون الاند قلنا خصك تحققوا هاد الشروط بجوج، خص النوت تكون صغر من 20 وكبر من 16، يعني خصك تحققوا هاد الشروط بجوج. عاد اكزيكيت هادي برينت اف ونقولو تري بيان، ونفيغي ديالنا بيان سيغ منساوهاش. قلنا في لي كونديسيون فاش كيكون عندنا انستركسيون وحده هنا لداخل ممكن نحيدو هاد المعقوفات، ولكن بالنسبة لي أنا كنخدم بهم ديما. ولا كانت عندنا لا نوت أكبر من أو تساوي 14، يعني إلا خليناها كاليبر أتخلق لينا واحد المشاكل، يعني نزيدو ديك الأند أند نوت، وغادي نقول لكم من بعد على شنو المشاكل اللي كتخلق لنا أند نوت أصغر من أو تساوي، هنا ماشي اصغر من او تساوي، اصغر قطعا من 16، لان 16 داخله في تخي بيان. غنقولو يا سيدي برينت اف لينا بيان، نكوبيو هاد لالين باش نخرجو نكتبوها كل خطرة. غنجيو عاوتاني ايلز اف، هاديك لا نوت اكبر من او تساوي 12 ولكن صغر من 14، لان 14 راها اسي بيان. غنقولو يا سيدي برينت اف أسي بيان بوان فيغول، نجيو نسدو لا مكوبيناش ديال السدان، نقولو سيدي إل إف وحدة أخرى هكدا. باردون مدرتش لا كونديسيون على نوت، نقولو نوت أكبر من أو تساوي شنو درت أسي بيان، نقز ليا لا سوغي نقزات تما باردون. هذيك لا نوت قلنا اصغر من او تساوي، نبداو باكبر من او تساوي 10، اند نوت اصغر قطعا من 12، لان 12 داخله في. نقولو لا سيدي اجي هنا درنا برينت اف passable. في هاد لوكا جو بونس تخيطينا تقريبا كاع لي كا، ولكن غير من 10 ل 12، يعني كاين دي كا اخرين ولكن ما دخلناهمش، نعتبرنا ان كلشي مجهد. نكبرو هادي شويه باش تبان لكم افضل وافضل. نجيو نديرو ليكزيكيسيون ديالنا سيل فو بلي اونتخي فوطخ نوت. جا واحد السيد خلينا 16.25، تخي بيان عاديه.
جا واحد السيد اللي الان شوفوا اللي كان ما تخيطيناش غلط ودخلينا 22 ما تعطيه والو لانه ما دخلناش هاد لوكا. جا واحد السيد دخل لينا جايب 5 كسول ما عطينا والو تخيطيناش هاد لوكا. يعني حنا بغينا يعني الكود ديالنا دابا مزيان. دخلتي 13.25 غتعطيك اسي بيان، دخلتي 11 غتعطيك فاصابل. غنشوفو كيما قلنا الى حيدنا مثلا هادي، اذا اعتبرنا ديك غير اكبر من 14 ما درناش لا كونديسيون اخرى دي انها خصها تكون صغر من، وزين جينا اكزيكيتينا الكود ديالنا. اذا دخلتي له مثلا 14 بيان عادي ما فيها حتى شي مشكل، ان 14 راه داخله مع بيان. ولكن في واحد لو دخلتي له 22 شوف شنو يقول لك بيان. علاش قال لك بيان؟ لان راه 22 فريمون اكبر من 14، يعني هو منين جا لقى هذيك 22 راه اكبر من 14 صافي جا دخلها عطاك بيان. هادو هما اللي المشاكل اللي كيتخلقوا. دخلتي له 17 راه تخي بيان سون بروبليم. داكشي علاش كنا زدنا هذيك اللعيبه باش نتخطيو كاع لي كا ديالنا. الا حيدتي شي وحده في هادو هنا تخلق مشكل. كنتمنى بان الدرس يكون مفهوم ويعني لي زيكزيرسيس كيبينو اكثر، وان شاء الله الحصه الجايه غنشوفو دوتر اكزيرسيس. نوريكم دابا ليكزيرسيس اللي غنخدمو المره الجايه باش تحاولوا معاه ان شاء الله، وانا اكيد بانكم وصلتوا لواحد النيفو اللي يمكن لكم دابا تخدموا راسكم. عندنا دو زيكزيرسيس، اكريغ ان بروغرام دوفون دوني ليطا دو لو سولون سا تمبيراتير دو بوفوار شوازير اونتر 3 ريبونس بوسيبل. اسمنا في البروغرام يعني مثلا كنجي انا مثلا كندخل لا تمبيراتور درجه الحراره ديالو، انت تقول لي واش سوليد ليكيد او غازو، يعني واش بخار ولا سائل اولا في الحاله ديالو صلبه. كتكتبوا لي بتيست نورمال و تيست امبريكي. يعني لي تيست نورمال هي هذيك ديال كدير لي اف وتسالي، لي تيست امبريكي هما اللي فيهم الاف ايلز اف ايلز اف ايلز اف حتى تتسالي ليك. وهذه يعني طريتي كلها سميتو بوحديتو نيت باش نهضروا على شنو الفرق بيناتهم. البروغرام الثاني اكريفي ان الغوريثم كيدور لو ماكسيموم دو 3 نومبر سيزي او كلافي. مثلا كتطلب من واحد ليتيليزاتور يدخل لك 3 نومبر وانت كدير عليهم واحد لو تيست وكتقول له شنو تقول له انا كدا افكتيي دي تيست بور 2 3 4 اي انديكي لو نومبر. يعني هذا كتعتبر بان داك الكود ديالك مصاب. المهم هذا ما ديروش لان باش ما يكونش طويل بزاف ديروا غير هذا، وان شاء الله هذا غادي نخدموه بوحديتو. بغيتو ديروه حتى هو ديروه، المهم اللي بان لكم. يعني هنا بحال كيعطيوك يعني تكتب داك البروغرام وادير هاد ليكا هادو، تعتبر هاد ليكا هادو وتخدم عليهم. ولكن بالنسبه للحصه الجايه نديرو هاد الاكزرسيس الاول لان فيه نخدموه بالنورمال وبلي تيست نورمال تيست امبريكي. انا يعني يشد لينا شويه الوقت باش ما يكونش الفيديو طويل، نخليو هذا حتى الاكزرسيس اللي من بعد منه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.